أخبار وحقائق حصرية عن نجوم عالم بوليوود. صفعة الممثل الأمريكي ويل سميث تثير ردود فعل مختلفة من نجوم بوليوود وانقسامهم بين مؤيد ومعارض، كيف علق سلمان خان وفارون دافان وكانغانا رانوت والآخرون على ذلك، وما هو التعليق الذي نال استحسان الجميع؟ النجم التلفزيوني أرجون بيجلاني يفقد ابنه الأول، واعتراف صادم وحصري يوضح سبب رحيله. هل هو السبب الرئيسي في خسارة ابنه وبماذا صرح أمام الجميع؟ وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود، لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك والإنستغرام، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وإليكم التفاصيل. سيتم استضافة الممثل التلفزيوني أرجون بيجلاني وزوجته نيها سوامي في البرنامج الأسبوعي سمارت جودي، وغالبا ما يكون حضور أرجون بيجلاني في أغلب البرامج التلفزيونية مرحا وحيويا، لكن هذه المرة كان حضوره مؤثرا شيئا ما، إذ اعترف لأول مرة أمام الجميع بحقيقة فقدانه لطفله الأول، إذ أكد على أن أنه كان السبب في ذلك، وهذا راجع إلى ضعف قدراته المالية، إذ علق متأثرا. بعد مرور عام واحد على زواجي منها تلقينا خبر حملها، ولم أكن أعمل آنذاك، ومسؤولية الطفل ضخمة جدا، وبسببها فكرنا في عدم القيام بذلك، لقد تأثرت وبكيت وكان الأمر صعبا بالنسبة لي أيضا، لكن في نفس الوقت لا يمكنني تحمل مسؤولية الطفل، فذهبنا إلى المستشفى لإجهاضه. إذ جعل هذا الاعتراف الحاضرين في حالة تأثر وحزن، كما أعربوا عن تعاطفهم الكبير مع الزوجين أرجون بيجلاني ونيها سوامي، وأشادوا بقوة شخصيتهما وصبرهما وقدرتهما على تجاوز أحلك الظروف وأقصى المواقف. لقد طغت صفعة الممثل الأمريكي ويل سميث لزميله الفكاهي كريس روك على حدث تتويجه يوم الأحد بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم كينغ ريتشارد، إذ انزعج ويل سميث من دعابة أطلقها روك حول رأس زوجته بينكت سميث بسبب إصابتها بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة، الأمر الذي دفعه إلى صفع زميله على خشبة المسرح وهاجمه قائلا: أبقي اسم زوجتي بعيدا عن فمك اللعين. فقد شكل الحادث صدمة لجميع النجوم بما في ذلك نجوم بوليوود، إذ انتقل العديد من مشاهير الهند إلى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الحدث، وعلى رأسهم نجم بوليوود سلمان خان الذي طلب منه التعليق على ما حدث أثناء حضوره مؤتمرا صحفيا لحفل توزيع الجوائز لعام 2022. إذ قال معلقا: من المهم أن يكون المضيف حساسا، يجب أن تكون الدعابة دائما فوق الحزام وليس تحت الحزام، كما أضاف قائلا: كلما استضفت شخصا في برنامج بيك بوس وحدث خطأ ما مع أحد المتسابقين مما يجعلني ذلك غاضبا أو محبطا أقولها في العرض، لكن أعلم أن هناك حدا لأي شيء فأنا لا أتجاوز الخط. كما علق نجم بوليوود فارون دافان على صفعة ويل سميث قائلا: لم أكن أتوقع ذلك، وحتى كريس روك لديه ذقن أيضا.
أما النجمة المخضرمة نيتو كابور فكان لها رأي آخر، اتكسبت مستهزئة ويقولون بأن المرأة لا تستطيع السيطرة على عواطفها. ولكن التعليق الذي نال استحسان أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ولأول مرة هو تعليق نجمة بوليوود كانغان رانوت المثيرة للجدل، إذ عبرت عن دعمها لويل سميث وقالت أنها كانت ستفعل الشيء نفسها لو كانت في مكانها، وأضافت أيضا إذا استخدم أحد الأغبياء مرض أمي أو أختي لإضحاك مجموعة من الحمقى فسأصفعه كما فعل ويل سميث. وللإشارة فإن الممثل الأمريكي ويل سميث قد قدم اعتذاره لكريس روك بشكل علني على حسابه على الانستغرام وكتب قائلا أود أن أعتذر منك علنا، ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا وأشعر بالخجل وما قمت به لا يدل على الرجولة، كما توجه باكيا بالاعتذار من أكاديمية فنون السينما قائلا الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة. I'm gonna get it.